كانت عايشة حواليها دايرة مقفولة متحملة ومكملة وماشية طول ما الحياة دي معقولة. في ناس كانت عايشة حواليها دايرة مقفولة متحملة ومكملة وماشية طول ما الحياة دي معقولة. ولا كان في يوم يخطر على ولا كان في يوم يخطر على بالنا يجي يدق الشر بالنا وتشوف معاه حاجات كتير ما كانتش يوم عامله حسابها. مهما نكون متأكدين من نفسنا ويكون بريء حلمنا مهما نكون متأكدين من نفسنا ويكون بريء حلمنا تيجي الحقيقة تصدنا ويجري في دمنا. في ناس كانت عايشة حواليها دايرة مقفولة متحملة ومكملة وماشية طول ما الحياة دي معقولة. في ناس كانت عايشة حواليها دايرة مقفولة متحملة ومكملة وماشية طول ما الحياة دي معقولة. ولا كان في يوم يخطر على بالنا يجي يدق الشر بالنا ولا كان في يوم يخطر على بالنا يجي يدق الشر بالنا وتشوف معاه حاجات كتير ما كانتش يوم عاملة حسابها. عملت ايه يا احمد؟ صرفوا لك كام؟ اقصى مبلغ 50,000 جنيه. 50,000 جنيه؟ طب ودول هيعملوا ايه؟ ده احنا محتاجين مبالغ كبيره. هندبر المبالغ دي ازاي؟ لو كان عندنا حاجه ملك عقار يضمننا في اي بنك، لكن اهو ادي الله وادي حكمته. يبقى مفيش غير عمتك. تاني يا سرية، ما انت عارفه اللي حصل. معلش عشان خاطري روح لها مره تانية وثالثه ورابعه. ما انا مستعد اعمل اللي هي عاوزاه بس تديني. طب اروح لها انا ان شاء الله ابوس على ايدها ورجليها عشان توافق. اروح لها يا احمد؟ لا انا اللي هروح، حتى لو طلبت فوائد انا هوافق. ده حياه بنتي، حياه بنتي يا سوري. المهم يا احمد خليك ظريف معاها، سيسها ما تشدش معاها في الكلام، قول لها ان ولادنا هم ولادها برضو. تفتكر عمتي بالاحساس الانساني ده؟ لا يا لطفي، ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ ايه 7 مليون دي؟ لا
احنا مش متعودين على كده. ارباح لمجموعة الشركات بتاعتنا على الاقل 10-15 مليون كده، يبقى في اهمال، في حاجة مش صح، حاجة غلط. طيب على كل حال ودي الفلوس اللي معاك البنك، وانا هفوت عليك بكرة عشان نناقش المسائل دي. مع السلامة. ادخل. في ايه يا حسن؟ احمد بيه تحت يا فندم. مين احمد بيه؟ احمد بيه ابن اخو حضرتك. اهلا يا احمد. اهلا 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 اهلا. اهدى، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا عم. اهلا. انا كنت فاكرة ان الكرامة خدتك ومش هترجع تشوف وشي تاني، لكن يظهر انك عقلت وعرفت ان مالكش غير عمتك في الدنيا هي اللي هتقف جنبك. طبعا طبعا يا عمتي، انا ماليش غيرك في الدنيا وتحت امرك في اي حاجة تطلبيها. الله 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 الله، ايه اللي حصل؟ انا مش مصدقة اللي بسمعه ده. ايه اللي حصل لك؟ انت اتغيرت قوي، ايه سبب التغيير ده؟ لا لا يا عمتي، انا ما اتغيرتش ومش هتغير، بس انا اب عندي بنت معرضه للموت، وبتمنى من ربنا ان هو يقدرني علشان ابعد عن الموت ده. حطي نفسك مكاني يا عمتي، ازاي تقدري تحمي احب الناس لقلبك؟ احمد اوعى تكون فاكر ان انا ما بحبش مها، بالعكس انا بحبها جدا جدا، وبحب ولادك كلهم، لان انا بعتقد ان دول الشيء الوحيد الجميل في حياتي. كتر خيرك يا عمتي، انت كده هتسهلي لي، انا جاي علشان. خش في الموضوع يا احمد، انت عاوز تقول ايه؟ عاوز اللي مش في ايدي دلوقتي يا عمتي، عاوز فلوس عمليه مها، واعتبريهم فلوس سلف. طب وانت هتقدر تسدد الفلوس دي ازاي؟ والله يا عمتي ما اقدرش اقول لك هسددهم ازاي دلوقتي، لكن انا حاسس ان ربنا هيقدرني ان شاء الله، واقدر اردهم لك على دفعات. ما هو انت يا احمد لو جيت اشتغلت عندي بدل ما انت متمسك بوظيفتك دي اللي مش جايبه همها، كان زمان عندك دلوقتي قد الفلوس دي مرتين وتلاتة اكتر من اللي انت محتاجه. وكمان انا ما كنتش حسيبك تدفع فلوس العملية، كنت انا اللي هتكفل وادفع كل حاجة، لكن شوف انت دلوقتي جاي تشحت. سهى سهى سهى، عايزين السهى مالك ومال سهى؟ نعم يا بابا. يلا حضري نفسك هتمشي معايا، انا لا يمكن اسيبك تباتي في البيت ده دقيقه واحده. استنى بس يا احمد، اهدى شويه بلاش العصبيه دي. يلا يا سهى حضري شنطتك بسرعه. استنى يا سهى ما تمشيش. حاضر يا بابا. انت يا احمد بتهددني انك هتاخد مني سهى؟ انا ما بهددكيش، انما لا يمكن اسيب بنتي تعيش مع واحده بالاسود دي. انا بالاسود يا احمد؟ معلش. على كل حال انا مستعدة اديك الفلوس اللي انت عايزها، بس بشرط انك تكتب لي وصل امانه عشان اضمن في يوم من الايام انك مش هتاخد مني سهى. عرفت قد ايه انا بحب سهى يا احمد؟ انا موافق، همضي لك وصل امانه. مالك يا احمد قاعد كده ليه؟ احمد ايوه سوري، بتفكر في ايه؟ بفكر في اللي احنا فيه. معلش نصيبنا، هنعمل ايه؟ ما نمت. ايوه نامت، خدت الدواء وكانت عاوزه تقعد تقرا شويه، قلت لها لا نامي احسن. يا رب طمنا عليها لما نسافر. يا رب يا رب. كان المفروض تسافري معانا عشان ما تقعديش قلقانه هنا ليل ونهار، بس انت عارفه الظروف، انا اللي لازم اسافر عشان لو حصل اي حاجه اعرف اتصرف. ما تحملش هم، انا اللي هسافر معاكم. مسافر معانا زي ما انت عارفه كبير وغلط. عشان الفلوس يعني؟ ما فيش سبب تاني يمنع انك تسافري معانا. أنا دبرت كل حاجة. دبرت كل حاجة منين؟ لو هتكون استلفتي. استلف منين يا أحمد؟ هستلف 10,000 جنيه. أنا اتصرفت. يبقى بعت ال أيوة بعتها يا أحمد. معقولة يا سوريا؟
تبيعي الشبكة اللي أنا اشتريتها لك بعد ما اتجوزنا بخمس سنين؟ دي غالية علينا قوي. مش هتبقى أغلى عليا من بنتي وقفتي جنبها وهي في الأزمة دي. لو كنت أقدر أفديها بنفسي. يا ريتني أنا كمان أقدر أفديها بنفسي. صباح الخير. الله العظيم. صباح الخير يا دكتور. قول لي يا دكتور روح، احنا هنعملها العملية امتى؟ بكرة الصبح الساعة 8 ان شاء الله. ايه؟ عروستنا الحلوة مضطربة ليه؟ خايفة؟ ما تخافيش، انت معاكي ربنا ومعاكي كمان دعاء والدك ووالدتك ومعاكي الدكتور شهاب والدكتورة جين. كل اللي هيحصل انك انت هتنامي ولما هتفوقي من البنج هتلاقيني واقف قدامك بقول لك الف مبروك وبقيتي زي الفل. عارفه زي الفل يعني ايه؟ يعني العمليه نجحت 100%. يسمع من بقك ربنا يا دكتور. يا رب. شفتي بقى؟ دعاء والدك ووالدتك بياكدوا كلامي. انت كنت بتقري لها صوره ايه؟ انت ايه رايك في شخصيه الدكتور شهاب؟ والله راجل لطيف ومبتسم على طول. انت ايه رايك؟ الناس كلهم شكرتني فيه، بس انا يهمني البنت. شفت البنت خايفه ازاي؟ معذوره يا احمد، ما هي عمليه مش بسيطه. يلا مالناش غير ربنا، ربنا معانا وربنا يوفق الدكتور شهاب يا رب. ايه يا حبيبتي انت لسه صاحيه؟ انا مش جاي لي نوم. ليه؟ فكري في حاجه؟ لا بفكرش في حاجه. ايه يا لانا؟ ايوه. خايفه من العمليه؟ انا مش خايفه من الموت يا دكتور، لكن ليه 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 يا ماما بس بتفكري كده؟ لازم تبقي متفائله. غصب عني يا دكتور. اولا لازم يبقى عندك ثقه في ربنا، ثانيا لازم تعرفي ان المكتوب هنشوف، تالت حاجة لازم يبقى عندك ثقة فيا. حضرتك فهمني غلط يا دكتور، أنا ثقتي في ربنا كبيرة قوي ملهاش حدود، لأني كمان مؤمنة وثقتي كمان كبيرة قوي في حضرتك، بس أنا خايفة على بابا وماما وإخواتي اللي ممكن يحصل لهم لو جرالي حاجة. حضرتك بتبص لي كده ليه؟ لانك انسانه جميله قوي ورقيقه قوي، واي اب يتمنى يبقى ليه بنت زيك. عايز اقول لك كمان اي شاب يتمنى يبقى ليه زوجه زيك. انا ما بفكرش في الجواز دلوقتي. يعني ما عندكيش بوي فريند؟ لا طبعا ما عنديش بوي فريند. طب ومالك بتنفي بشده قوي كده ليه؟ علشان انا شرقيه، شرقيه قوي كمان. سكتي ليه؟ اتكلمي يا ما، اتكلمي. كل ما بتتكلمي بعجب بيكي اكتر. اتكلم اقول ايه؟ قولي اي حاجه نفسك فيها، كل اللي يخطر على بالك. انا اصلي مش هسيبك قبل ما تنامي.
احمد انت صحيت؟ هو انا نمت؟ صباح الخير يا ابو عزيز. تعبينك معنا يا والله يرتفع عنك يا احمد. تقعدي شويه بقى علشان تريحي رجليكي. مش قادره مش قادره يا حبيبي، مش قادره مش قادره. يا رب يا رب يا رب يا رب سلمها لي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش عارفه هما ليه بس ما بيردوش، لا بابا ولا ماما. يا سوء يا حبيبتي، هم دلوقتي في المستشفى وهناك الموبايلات ممنوعة مش زي عندنا هنا. ايوه بس دول بقى لهم اكتر من 4 ساعات. سوء، العملية اللي ما بتعملها دي عملية خطيرة مش سهلة خالص، ممكن تاخد لها 8 ساعات كمان مش 4 بس. هي خطيرة قوي كده يا مجدي؟ بقالهم اكتر من 6 ساعات. الصبر يا سوريا، الصبر. العملية مش سهلة، العملية كبيرة يا سوريا. انا خايفة قوي يا احمد، خايفة. خلي ايمانك بالله كبير، ان شاء الله هنطمن. احنا الحمد لله عملنا كل شيء طيب في حياتنا، ان شاء الله ربنا مش هيتخلى عننا ابدا. في الحقيقة العملية كانت في منتهى الصعوبة، أنا كمان عملتها بطريقة جديدة هتعتبر تقدم في جراحة القلب. يعني العملية نجحت يا دكتور؟ تقدر تقول من ناحية كلينيكية العملية نجحت، لكن أنتوا عارفين كويس قوي طبعًا الأعمار بيد الله. يعني إيه الكلام اللي حضرتك بتقوله ده يا دكتور؟ يعني أنا قصدي أقول إن إحنا مش هنقدر نحكم حكم نهائي إلا بعد ما يتم الشفاء وما يحصلش أي مضاعفات. عمومًا أنا صورت العملية عشان كنت عايز أعرضها في مؤتمر طبي، إذا كنتوا عايزين ممكن أديكوا صورة من السي دي. يعني نقدر في الآخر كده نطمن يا دكتور؟ تقدروا تطمنوا. طب عايز اشوف بنتي. لا لا مش هينفع دلوقتي، مش قبل 4 ايام. انا اذنكم. احمد انا مش مطمنه خالص. يعني ايه ماما بتقول انها ما فهمتش حاجه من الدكتور؟ صح يا حبيبتي، ماما هتلاقيها قلقانه زيك بالظبط ويمكن اكتر كمان.
عشان كده هتلاقيها ما فهمتش اي حاجه من الدكتور قاله. وانت بقى فهمت حاجه؟ والله بصي، اللي انا فاهمه كويس قوي ان دي مش عمليه سهله. يعني مش عشان الدكتور خرج من اوضه العمليات وقال ان العمليه نجحت معنى كده ان المريض هيقوم على طول، او حتى ان مرحله الخطر عدت. ويا ترى لسه معاها في مرحله الخطر يا مجدي؟ صراحة مش مطمن. من ناحية ايه؟ من ناحية البنت اللي عملت لها العملية. لكن العملية نجحت. انا خايف بس يحصل لها مضاعفات مفاجأة. غريبة قوي، انا اول مرة اشوفك قلقان بالشكل ده. جاز لاني عملت العملية بطريقة جديدة، وخايف انها تفشل وتكلفني حياة انسانة ملهاش اي ذنب. لاحظ ان البنت كانت حالتها خطيرة جدا، واللي عملته ده كان معجزة. تفتكر العملية دي هتفضل معجزة؟ انت هتفضل قاعد كده؟ انت ما دقتش النوم بقالك كام يوم دلوقتي؟ يا ريتني كنت انا. بعد الشر عليكم انتوا الاثنين، ان شاء الله انا بدلكم. الو. ايوه يا بابا، ايوه انا، ما تتخضش. اصلهم سمحوا لي اتكلم في التليفون، فقلت اكلمكم اطمن عليكم. مها يا حبيبتي احنا كويسين، المهم انت يا مها. الو يا مها، ازيك يا حبيبتي؟ عاملة ايه؟ انت كويسة؟ الحمد لله، اشكر فضلك يا رب. طمنيني بجد. يعني انت يا حبيبتي اشكر فضلك يا رب، انت كويسة بجد دلوقتي؟ لا اطمن يا بابا، انا حتى النهاردة دكتور شهاب عدى عليا وقالي النهاردة يا مها اقولك انت بقيتي زي الفل. طب بلاش تكلمي كتير يا حبيبتي عشان ما تتعبيش، احنا هنجيلك الصبح على طول نطمن عليك. يلا يا حبيبتي تصبحي على خير. اكلمها كفاية كده علشان ما تتعبش. طب بقولك ايه، مش واجب برضو نكلم سهى ومادي نطمنهم؟ مينفعش يا حبيبتي، الوقت متأخر دلوقتي هنزعجهم، إلا لو هما بقى اتصلوا هنطمنهم. الحمد لله يا رب، أشكر فضلك يا رب، أنا هقوم أصلي ركعتين لله. إيه الأمر ده؟ تعرفي إنك حلويتي بعد العملية؟ هو أنا عملتلك عملية تجميل ولا عملتلك عملية في القلب؟ إيه ده يا دكتور؟ يعني انا كنت وحشه ولا ايه؟ لا كنت زي القمر طبعا، بس واضح ان التجميل النفسي بيعمل اشراقه وجاذبيه في الوش بتبقى غريبه. فعلا يا دكتور، انا لما بكون حزينه وقلقانه بحس ان وشي دبلان وحزين، بحس ان انا مش انا. ودلوقتي البركه في حضرتك طبعا. تعرفي ان انا معجب بيكي جدا. انا ممكن اسال حضرتك سؤال وتجاوبني عليه بصراحه؟ أنا أي سؤال بجاوب عليه بكل صراحة وما بكذبش أبدا، إلا في حالة واحدة بس، لو سألتيني سني كام؟ أنا أقول لك. كام؟ مش أكتر من 30 سنة. العمر بيتحسب بالنجاح يا دكتور. ياه، دي حسبة جديدة خالص. كل ما الإنسان بيكون ناجح بيصغر في السن وبيكبر في القيمة، والنجاح بيعمل عملية تجميل نفسي
وبيضيف على الوش جاذبية وإشراق. والفشل بيعمل العكس، أعوذ بالله، بيخلي الواحد كده يعجز حتى لو كان شاب صغير. ياه ده كلام فلاسفة كبار. مش ملاحظة انك انت لسه ما قلتليش السؤال اللي كنت عايزة تسألولي. حضرتك كنت واثق من نجاح العملية ولا كنت بتطمني وبس؟ وبنسبة قد ايه؟ مفيش حاجة في الطب اسمها نسبة 100%، في نسبة مرتفعة وفي نسبة منخفضة والباقي كله على ربنا. يعني بتخاف اثناء العملية ولا قبلها، ولا المسألة بقت مسألة روتين؟ لو ما كنتش اخش اعمل عملية وانا خايف وقلقان، بس مش بشكل مرضي، عمري ما كنت حاصل للنجاح، خصوصا لما اكون بعمل عملية لبنت امورة وحلوة زيك. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الحمد لله. وحشتوني قوي، وحشتني يا بابا انت وماما قوي، ما تتصوروش. اول ما قالوا لي ان انا اقدر اتكلم كلمتكم على طول، كان نفسي اسمع صوتكم قوي. ربنا كبير يا حبيبتي، بس ما تتكلميش كتير بقى علشان ما تجهديش نفسك. ايوه احنا هنتكلم وانت تسمعي. لا ده انا قالوا لي اتكلم زي ما انا عايزه، هم قالوا لي كده. مجدي وسوها كل يوم يتكلموا علشان يسالوا عليك ويطمنوا. هم كمان وحشوني قوي. طب وعمته ما سالتش عليا؟ دي سالت عليكي اول واحده. هي كمان وحشتني. طب كلموا لي كل الناس يا ماما، عايزه اكلمهم كلهم. حاضر يا حبيبتي، خليكي تكلمهم واحد واحد. انا مش عارف ارد جميلك ازاي يا دكتور. ترديت لي بنت حياتها، وردت لي انا شخصيا روحي، الف شكر. ده انا اللي مش عارف اشكرك ازاي يا احمد بيه. انا؟ ايوه انت. اصل في الحقيقه حاله بنتك دي كانت حاله غريبه ونادره، وكانت فرصه ليا ان انا اجرب طريقه جديده في جراحه القلب هتنقذ الاف من المرضى. بس ما اخبيش عليك، انا كنت قلقان جدا بعد العمليه، كنت خايف ان اي مضاعفات تحصل لها ممكن تتعبها قوي، بس الحمد لله عدينا مرحله الاحتمالات. الحمد لله. كمان ثانك يو. طيب اسيبك انا بقى لشغلك يا دكتور. اقعد يا احمد بيه. ده بيان مصاريف عمليه مها. احنا دفعنا كل اللي طلبوه. اللي الدفع ده اجره العمليه، لكن في مصاريف تانيه خاصه بالمستشفى. يعني في زياده عن اللي دفعناه؟ في، ايوه بس مش كتير. كام يعني؟ 10,000 جنيه استرليني. والمبلغ ده مطلوب يدفع حاله يا دكتور؟ لا 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 على راحتك خالص، هنستنى لغايه لما بقى تخف وان شاء الله تخرج بالسلامه. وان شاء الله كده. منتظر تخرج امتى؟ ايه؟ انتوا زهقتوا مننا بالسرعه دي؟ انت ما عندكش فكره قد ايه انا حبيتكم. واحنا كمان حبيناك يا دكتور. انا مش عارف ليه النهارده حاسس ان طبيخك وحشني. بس كده؟ طبختك تحت امرك. هنعدي بس على السوبر ماركت عشان اجيب الحاجات اللي محتاجينها. عندك مانع؟ ايوه طبعا عندي مانع. الله، امال هطبخ بايه؟ انت تروحي البيت تستريحي وانا هجيب لك كل طلباتك. اتفضلي استني. واتحرم منك المده دي كلها؟ اتفضلي. تعرف يا جين، وانا معاكي بكره الشغل لاني بحس انه بياخدني منك. طب ما احنا مع بعض على طول حتى في الشغل. هروح اجهز لك العشاء. على فكره يا ست، انتي في حاجه مهمه عايزه اقولها لك. ايه هي؟ أنا مش قد كل اللي أنت بتعمليه معايا ده. أنا أصلي مش قد الحب ده كله. ولا أنا كمان قد الحب ده كله. طب وبعدين؟ تفتكري قلبي هيقدر يستحمل الحب ده كله؟ إذا جينا للقلب بقى، اسأل دكتور شهاب. لا، قلب دكتور شهاب جامد جدا. الحب مش محتاج قلب جامد، محتاج قلب رقيق. تعرف المبلغ المطلوب ده قد إيه؟
بالمصري ده يبقى مبلغ كبير جدا. احنا في موقف في منتهى الحرج. ما احنا كان لازم نعمل حسابنا من الاول يا احمد. انا عملت حسابي لما السكرتيره قالت المبلغ المطلوب كذا، ده انا عملت حسابي عليه وجبته معايا. يبقى خلاص مفيش قدامنا غير عمتك. عمتي تاني؟ عمتي عندك صرفه تانيه؟ طب افرضي عمتي موافقتش هنعمل ايه؟ ما افتكرش انها ما توافقش. طيب ما انت ممكن تكتب لها وصل امانه تاني. طيب هكلمها ونشوف. انت هتفضلي كده توكديني وانت ما بتاكليش؟ كل لقمه بتاكلها بحس ان انا اكلتها معاك. انت كمان بقى لازم تاكلي من ايدي عشان كل لقمه تاكليها احس اني اكلتها معاك. عارف يا حبيبي ان انت اتغيرت للاحسن امبارح والنهارده. ما تتصورش اليومين اللي فاتوا انت كنت مكتئب قد ايه. عارفه ليه؟ لما اطمنت على العمليه اللي عملتها لمها. انا امبارح لما قلت لها انها بقت زي الفل انا نفسي بقيت زي الفل. النجاح ده اصله نعمه من ربنا للبني ادم، وهو برضو سبب القلق والتوتر. عارفه كويس ومقدره شعورك. صعب قوي ان الانسان يكون بيحب شغله وناجح فيه وكل الناس اللي حواليه منتظره منه النجاح ده وبعد كده يفشل. انت عارفه انا كل مره اعمل عمليه صعبه وتنجح بحس اني اتولدت من جديد، وامبارح كان الاحساس ده. وانا كمان طول ما انا حاسه بوجودك جنبي وحبك ليا بحس ان انا كمان اتولدت من جديد. وبخاف، بخاف قوي الاحساس ده يضيع مني. بقعد اسال نفسي كل يوم امتى ده هيحصل. ياه، للدرجه دي ما عندكيش ثقه فيا؟ بابا عايز يكلمك من لندن يا عمته. من لندن؟ الو يا احمد، ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله على سلامة مها. ايوه سهى قالت لي ان العمليه نجحت الحمد لله. موضوع ايه؟ فلوس ايه تاني يا احمد؟ ما انت اخدت كل الفلوس اللي طلبتها. خلاص يا احمد نتكلم في الموضوع ده بعدين عشان انا مشغوله شويه. اكلمك كمان شويه. ايه قفلت؟ ما وافقتش؟ ده ما ادتنيش فرصه اني اقول لها انا عاوز المبلغ ده ليه. يعني رفضت؟ قالت انا مشغوله كلمني بعد شويه. طيب يبقى ممكن توافق. انت عارف عمتك بقى لازم تعمل الشويتين بتوعها. انت برضو خليك سياسي معاها شويه يا احمد. اختك وخلاص خفت. هم عايزين الفلوس عشان يتفسحوا ويهيصوا على حسابي. لا طبعا بابا ما يطلبش فلوس الا اذا كان فعلا محتاجها. هيحتاجها في ايه بس؟ ما هو قبل ما يمشي يعمل حسابه في كل حاجه، والفلوس اللي طلبها اخدها. برضه محدش عارف ايه اللي حصل هناك. على كل حال انا هبقى اتصل بيه تاني او يتصل بيا وافهم كل الموضوع. وبعدين في حاجه تاني، هو طالبني ليه على تليفونك انت؟ هو انا ما عنديش تليفون زي تليفونك؟ تمشي كل يوم على الاقل نص ساعة، المشي هيفيدك قوي. ايوه يا دكتور بس انا بتعب بسرعة. ما تخافيش. تحبي دكتور جين تمشي معاكي عشان تبقي مطمنة؟ هو انا هقعد هنا كتير؟ ايه الحكاية؟ انت زهقتي مننا ولا ايه؟ انا؟ لا ابدا يا دكتور. انا طول ما انا قاعدة هنا وحضرتك موجود بكون مطمنة على الاخر. طب ايه رأيك بعد ما تخلصي دراستك تيجي تشتغلي معايا هنا؟ هتشتغل ايه بس يا دكتور؟ انا بدرس اداب انجلش يا دكتور. طب عظيم. تعالي اشتغلي معايا هنا في العلاقات العامة، ايه رأيك؟ قوليلي ايه أكتر مسرحية قريتيها لشيكسبير وعجبتك؟ كلهم. طب وحضرتك؟ وحضرتي بقى أكتر مسرحية بتعجبه هي هاملت، وخصوصا المقطع اللي بيقول فيها أكون أو لا أكون. طبعا حضرتك ما عندكش مشكلة في الموضوع ده. طبعا تكون. طبعا القعدة معاكم مسلية جدا، ولو قعدت معاكم هسيب شغلي. عن إذنكم. اتفضل يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا احمد. طمني. ما زي النهارده؟ زي الفل، بس لازم تمشي.
والله احنا بنحاول معاه، بس لازم تتعود انها بعد ما تخرج تمشي في اليوم على الاقل ساعة. دكتور هي بقى هتخرج امتى؟ الله ايه الحكاية؟ انتوا مالكم كلكم مستعجلين كده ليه؟ هتخرج قريب ان شاء الله بعد اذنكم. اتفضل. وبعدين يا احمد البنت قربت تخرج من المستشفى، هنعمل ايه في موضوع الفلوس؟ اديني افكر، ربنا يسهل. انا مش هقدر ادفع لابوكي فلوس تاني الا لما يرجع مصر ويمديني على وصل امانه غير الاولاني. بس يا عمتي دول لازم يدفعوا الفلوس قبل ما مها اختي تخرج من المستشفى. سهى انت عارفاني كويس، انا ما بحبش اللي يعارضني. انت عايزه ابوكي يرجع مصر ويهددني كل ساعه والتانيه انه هياخدك مني ويسيبني قاعده لوحدي؟ انا اللي همشي من نفسي، انا لا يمكن اوافق على اللي بتعمليه ده في بابا. هطلع اخد شنطتي ومش راجعه تاني. وتحبي ابوك يدخل السجن؟ انت لو ما دفعتيلوش الفلوس اللي طالبها هيدخلوه السجن هناك. انا بتكلم على هنا، ما تنسيش ان ابوك مضالي الوصل وهو هنا في مصر. اعملوا حسابكم انكم معزومين بكره عندي بالليل على العشاء. مراتي متعوده انها تعمل عشاء كل يوم سبت وبنعزم فيه اصحابنا. احنا متشكرين قوي على الدعوه، بس بعد اذنك يعني اعفينا لو سمحت. ما هي دي عودنا مصريين، لازم الواحد يتحايل علينا في الاول عشان نوافق في الاخر. خلاص يا سيدي هقعد اتحايل عليكم لغايه لما توافقوا. لا يا دكتور مش القصد، اصل احنا الحقيقه مش مستعدين. من ناحيه ايه؟ يعني من ناحيه اللبس. تعالوا زي ما انتوا كده. انا شخصيا بلبس عادي جدا، ما بحبش الخنقه. مراتي تقعد تزن عليا وانا في النهايه بمشي اللي في دماغي. وبعدين انا في الحقيقه مش عازبكم كده لوجه الله. عازبكم عشان عايز اقعد ادردش معاكم، عايز اعرف اخبار البلد، ما بعرفش حاجه خالص غير من التلفزيون. ليه بقى يا دكتور؟ انا في حدود علمي انك كنت في مصر من حوالي شهرين كده. انت عرفت ازاي؟ دكتور كبير ومشهور زي حضرتك سهل اول واحد يعرف اخباره. لا وشفناك في التلفزيون كمان. لدرجه اني كنت متصور ساعتها ان حضرتك في مصر وكنت هتصل بيك علشان اعرض عليك معاها، لكن للاسف عرفت ان البرنامج مسجل وانك سافرت. يا خساره، انا لو عارف كده كنت اجلت سفري، على الاقل يعني كنت هاكل لي اكله مصريه من ايدك. لا ما انت ان شاء الله لما تنزل مصر لازم تجي لنا. اتفقنا. على كل حال ما تتاخروش، انا مستنيكوا بكره ومش هقبل اي اعذار. مين الجماعة اللي واقفين مع الدكتور شهاب دول؟ أنا بيتهيألي شفتهم قبل كده بس مش عارف اتعرفت عليهم فين. دول ناس مصريين. شهاب عمل عملية لبنتهم. أيوه أيوه مظبوط. يبقى أكيد شفتهم في المستشفى. الغريب إن أنا ما عزمتهمش. واسمهم مش موجود على لستة المعازيم. أنا مش عارفة هقعدهم جنب مين على ترابيزة السفرة. معقولة يا دكتور شهاب؟ يعني انت قبل كده ما كنتش زرت الهرم؟ هو في مصر ما زارش الهرم، بس انا بقى المره دي زرته كمرشد سياحي للدكتوره جين المساعده بتاعتي. ما عندكوش فكره قد ايه انبهرت بالاثار المصريه. دي ما كلتش اكل مصري قبل كده؟ دي ما بتاكلش غيره دلوقتي. معقوله؟ ايوه معقوله، ما هي لندن مليانه مطاعم مصريه. لا وانا كمان بعلمها ازاي تطبخ الاصناف المصريه. انا اصلي طول عمري غاوي طبيخ. وفي الحقيقه ما اخبيش عليكم، بحاول انشر ثقافه المطبخ المصري بين الانجليزي. او يبقى اسمي عملت حاجه. لا 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 يا دكتور شهاب بلاش التواضع ده. من ناحيه عملت انت عملت كتير، كفايه ان العالم كله يعرف ان واحد من اهم الاطباء للقلب طبيب مصري. شايف صاحب البيت سايب كل المعازيم المحترمين واقف مع المصريين دول؟ بعدين شايفهم لابسين ايه؟ حد يجي عزومه عشاء باللبس ده؟ هم لابسين زيي بالظبط، ولا يعني لازم البس سموكينج وفراك؟ على فكره اللبس الرسمي ده بيبقى خانق. بس دي الاصول، ما تفهمه يا توماس. لا هو توماس دلوقتي اللي هيعلمني الاصول؟ الناس دي ما كانتش عامله حسابها، جايين هنا عشان يعملوا عمليه لبنتهم مش جايين يتفسحوا، لولا ان انا اصريت وعزمتهم. فاين، ما تروح ترجع تقف معاهم لحسن يزعلوا منك ان انت تجاهلتهم. ده زي ما انت تجاهلتيهم وهما داخلين من شويه كده وما قلتلهمش مساء الخير. انا شخصيا ما عزمتهمش، ما هماش ضيوفي. هما ضيوفي وانا عزمتهم. بس كان لازم تقولي على الاقل اعمل حسابي اقعدهم جنب مين على السفره. لكن انا بقى عامل حسابي.
انتوا نورتوني ونورتوا بيتي. انا مش هسمح لك مره تانية انك تعترض على اي حد من ضيوفي. انا من حقي اعزم اللي انا عايزه. تقدري تقولي لي انا امتى اعترضت على توماس ابن عمك ده اللي انت عازماه في كل مناسبه؟ ايه قله الذوق دي؟ دي قله ذوق منك انك تحاولي تحرجيني قدام ضيوفي. ضيوفك؟ ضيوفك مين دول؟ اللي انا شفتهم الليله؟ انا ما اتعودتش منك ان انت تهتم قوي باهل المرضى بتوعك. دول مصريين زيي وانا بستريح معاهم، واحنا كمصريين من عادتنا لما نبقى عايشين في بلد ويجي لنا ضيوف من بلدنا نعزمهم في بيوتنا. انا ماليش دعوه بعوايدكم، انا ست انجليزيه مش مصريه. لكن متجوزه مصري، يعني تتباعي جوزك. ما تنساش ان انت عملت المستحيل عشان تيجي انجلترا، ولو كنت بتحب قوي بلدك مصر كنت فضلت في مصر. انا جيت انجلترا عشان اتعلم. يعني انجلترا ليها فضل عليك. وانا كمان ليا فضل عليها. ما تنسيش العالم كله بيتكلم عليا، بيتكلم على الدكتور شهاب السلموني اللي بيشتغل في انجلترا. ما تنساش كمان ان انت عندك الجنسيه الانجليزيه، وممكن قريب قوي الملكه تنعم عليك بلقب سير. على كل حال ده شيء يسعدني ويشرفني، لكن عمره ما يخليني انسى بلدي. اه وبنتعلم يا حياه، مهما في يوم تدينا تاخدي منا اكتر، واللي في ايده ملوجة وحاجات تزلل عينينا بكره في عيوننا يصغر. نتعلم يا حياة مهما في يوم بدينا بتاخدي منا أكتر، اللي في إيده ملوجة وحاجات تزلل عينينا بكرة في عيوننا يصغر. كل يوم نصحى من حلم نلقى الحقيقة كابوس، ويزيد في القلب إحساس بظلم من ناس على روحنا بتبوس. كل يوم نصحى من حلم نلقى الحقيقة كابوس، ويزيد في القلب إحساس بظلم من ناس على روحنا بتبوس. لو كان من خاف سلم ما كانتش ضاعت يا منفوس، والغدر أصبح مرض وعلاجه أصبح شيء ما يبوس. قلوب نتعلم يا حياة ترسم في خط فاكره حياتها واقفه عليه، زي الغريب رايح نشط يوصل يلاقي نهايته فيه. ليه في ناس ترسم في خط فاكره حياتها واقفه عليه، زي الغريب رايح نشط يوصل يلاقي نهايته فيه. ده الخير في طريقه دايما، الشر ليه قاطع طريق، انت ابو قلب طيب يا تعيش كبان يا تموت كريم. اه وبنتعلم يا حياة، مهما في يوم تدينا بتاخدي منا اكتر، واللي في ايده ملوجة وحاجات تزلل عينينا ورافع عيوننا يصغر. نتعلم يا حياة مهما في يوم بدينا بتاخدي منا أكتر، اللي في إيده ملوجة وحاجات تزلل عينينا.